نستورد المواد الغذائية لتربية الأنعام ونستورد اللحوم في نفس الوقت. هنا اختيار، يا نستورد اللحوم يا نستورد الغذاء نتاع المواشي. باش نستوردهم في زوج غير معقول، غير معقول، لازم نصيبوا حل. اللحوم طلعت وبالتقريب كثير من الناس يجهزوا نفسهم الا للعيد، وحتى في العيد كانت فيه نداءات. انا سميت ودنيه ما نسمعش النداء هذا باش يقولك استورد لينا باش نذبحوا في العيد، ما نستوردش. فيه دول اضعف منا، اقل مساحه اقل امكانيات، راح تصدر في اللحوم تاعها. لا هذه سيدي المي يشوفوا مع المربين، اخوان المربين، مع احترامي لهم مانيش نتهم فيهم انا بالمضاربه ولا، ولكن فيه خلل لازم هذا الخلل نصيبه. وين راه نقطه الضعف نتاع هذا ونتصدى له مع وزير الفلاحه مع لا فيليير دون مانيير جينيرال. شوفوا